صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من حلقة الرياضة. اسمي مدربة لوسين واليوم معي مدربة روان. صباح الخير. صباح النور. تمام، صباح الخير رانيا، صباح الخير. أمورك تمام؟ تمام. اليوم رح نعمل تمارين لرفع النبض وحرق السعرات الحرارية. إذا عندكم مشاكل بالظهر بعطيكم أوبشن زي كل حلقة، نلبس برجلينا شوز مريح ويكون حوالينا مسافة. اليوم بالحلقة بعد ما نعمل تمارين رفع نبض القلب لحرق السعرات الحرارية رح نعمل تمارين لشد الرجلين وللخصر. جاهزين؟ نشد على المعدة زي دايما، نشد على كتافنا لورا. صبايا جاهزين؟ بلش نحمي، نفتح مسافة بين رجلينا، نهدى شوي، ركبنا ملخيين، نشد ايدينا لورا، كتافنا مشدودين، ايدنا اليمين لفوق، احنا الشمال انتو اليمين عشانكم قابلين الشاشة. بدل ستيب تاتش، نمشي لقدام، 1 2 3 4. برافو، ما ننسى نحرك ايدينا، الركبة بتطلع لمستوى الورك. أجين كمان مرة، ظهرنا مرفوع، شادين على المعدة. الجولة الأولى اليوم رح نعمل ستيب تاتش، إحنا شمال يمين، إنتو يمين شمال. هلأ بدنا نحاول ننزل ونطلع لتحت، كل ما نزلنا أكثر كل ما شغلنا العضلات الرباعية أكثر. هلأ مرتين إحنا رح نروح على جهة هاي، إنتو مقابلين على اليمين، ايدينا مشدودين قد ما بنقدر. هلا رح نعمل كروس بالرجل الثانية لورا، جنب ورا، ايدينا قدام، وركنا ستيبل ما بنحركه يمين وشمال، ندعس على الكعب. جاهزين لقدام صبايا. حلقة اليوم نشاط وحيوية، ان شاء الله اليوم الكل متحمس معنا بالستوديو، متحمسين اليوم. رح نروح للجهة هاي، 4 خطوات مع ايدينا. طبعا اذا ملاحظين انه بلشتوا تلهتوا شوي، اشي كويس. تمام، لقدام، ما ننسى حركة الايدين، كتافنا مشدودين، معدة جوا. الجولة الثانية ستيب تاتش، فيري جود صبايا، برافو. حاول ننزل أكثر لتحت حتى نشغل عضلات الكبار، إيدينا مشدودين حتى نرفع نبض القلب أكثر وأكثر. مرتين إحنا يمين إنتو شمال. إذا حاسين وجع بالركب أو بالظهر بليز وقفوا واعملوا حركات أبسط من اللي إحنا بنعملها، يعني رح تمشوا أبطأ منا، ما تمشوا بنفس سرعتنا. إذا نبض القلب عم بيطلع أو العضلات عم بتوجع ما في مشكلة، ما تقلقوا. نمشي لقدام. برافو. نفس. رح نروح على إحنا شمال إنتو يمين. 4 خطوات. برافو. حاول نضرب كعب رجلنا لورا حتى نشغل العضلة الخلفية للرجل. جاهزين صبايا لقدام، 1 2 3. برافو روان، أمورك تمام كوتش. لما نطلع الركبة بدنا نطلعها على مستوى الورك. أوكي هلا بدنا نهدى. سكوات تاب، حاول ننزل أكثر، شد على كتافنا، مد ظهرنا قد ما بنقدر والمعدة لجوا. نعمل بونش بإيدينا، لفة صغيرة بالخصر، 8 مرات، ريبيتر، 8 7. ننزل، بدل، كل ما نزلنا أكثر كل ما شغلنا العضلات الكبيرة أكثر. نرفع الني، لما نرفع الركبة لفوق رح نطلع الهارد أكثر ونشغل عضلاتنا أكثر. بدل، 4 3 2. أجين كمان، نسحب ايدينا التنتين مع بعض، بدل، ننزل اكثر، 4 3 2.
جريب فاين، ايدينا فوق فوق هاي لفوق، ونبض القلب عم يطلع كمان لفوق، نفس لقدام، ما ننسى حركة الايدين. إذا حسينا وجع بالظهر ما بدنا نرفع الرجل، نتصرف بهذا الشكل. نروح أربعة، إيدينا فوق، كل ما شدينا على الإيد أكثر كل ما تعبنا أكثر، كل ما حرقنا سعرات حرارية أكثر. نطلع لقدام، ظهرنا مرفوع، ابتسامة على وجهنا، نهارنا إن شاء الله نشاط وحيوية زي هلا. نعمل جوجينج محلنا. برافو صبايا. طبعا إذا مو قادرين تركضوا ماشي على طول، رح أورجيكم خيارات خلال الحلقة. صبايا بضلوا على الصعب، أنا بورجيكم السهل والصعب. هلا إحنا رح نعمل على الجهة الشمال، إنتوا اليمين، ستيب كيرل. نفتح ركبنا لبرا، ننزل لتحت، وركنا ستيبل، رح ناخد تو جالوب، 1 اند 2، ما ننسى ايدينا. طبعا عندنا مستويات، احنا المستوى الاول مش كتير صعب، اذا بدكم تطلعوا للمستوى الثاني بدكم تنطوا اعلى، تمام؟ اذا ظهركم عم بوجعكم مشي خطوتين بهدول الشكل. ليفل 3 بدنا ننط اعلى اذا بدكم. هلا جري محلنا، أربعة ثلاثة اثنين واحد، مرتين نفس جري، معدة جوا، جاهزين كمان جولة. تغيير بسيط، هلا بدي تركضوا لعند الشاشة، أربعة ثلاثة اثنين، نبعد عن الشاشة، جاهزين؟ جمب أعلى، إذا ظهرنا وركبنا تمام، نركض لعند الشاشة، ما ننسى نحرك إيدينا، ما ننسى نشد على كتافنا، أربعة ثلاثة اثنين واحد، نفس، نركض، نفس، يلا صبايا. بورجيكم الحركة قبل ما أعملها علشان تلحقوا معنا. أربعة ثلاثة دابل، ما ننسى إذا تعبانين بدنا نضلنا جراوندد على الأرض، حرك إيدينا. هلا ليفل 2 نحاول ننط أكثر، محلنا جري، أربعة ثلاثة اثنين واحد، ما ننسى ايدينا بهذا الشكل، لقدام لورا، كمان جولة صبايا، حاول ننط اعلى، ظهرنا مستقيم، لقدام طلع علي، كعب على الارض. إذا تعبانين ما بدنا ننط، بس ننزل بجسمنا لتحت حتى نشغل عضلات هدول، إيدينا هون. هلا بدي مسافة بين الرجلين، رجلكم اليمين لورا. عم نعمل تمرين لانش، الركبة الورا بتنزل لتحت، كتافنا مرتاحين، الركبة الأمامية خط مستقيم مع الكاحل، كمان 8 عدات. كعبنا الورا بضلوا مرفوع، الركبة بدها تنزل قد ما بنقدر، وشادين على المعدة. آخر مرة نعمل شيك لرجلينا. هلا بدنا نبدل الجهة الثانية، بس تذكروا إنه تفتحوا مسافة كتير طويلة بين رجليكم لورا،
إذا رح توقعوا افتحوا مسافة على قد الحوض حتى يصير التوازن أحسن. حوضنا لتحت، الركبة بدها تنزل. سينجلز ليتس جو. بدلنا، ما ننسى نبدل، احنا بدلنا. الركبة عم تنزل لتحت، ظهرنا مرفوع، كعبنا الورا بده يطلع عن الأرض. أعطوني كمان 8. عم نحس بالألم بالعضلات الرباعية والكبيرة بالرجلين لتحت. تمام كوتشز؟ نعمل شيك لرجلينا. برافو. ستيب تاتش. هلا بدنا توازن، رح نرفع الرجل اليمين لفوق وننزل لتحت، ايدينا هون. فرح ننزل سكوات على رجل وحده ونوقف. 2 3. اعطوني كمان 4 بليز. كتافنا مرتاحين، نظرنا على نقطة معينة عشان ما نوقع. نريح. شيكينج. بدل الجهة الثانية. جاهزين؟ 8 مرات. نظرنا على نقطة معينة، ننزل سكوات. الفائدة من هذا التمرين مش بس للرجلين، التوازن بيعمل على شد كمان وصقل للمعدة. كور ستابيليتي، عشان تتوازنوا تضطروا انه تشدوا على المعدة. كمان جولة. هالمرة بدنا نبدل لليمين، نرفع اليمين وننزل لتحت ونضل لتحت ونطلع اليمين ونعمل كيك لقدام مع حركة ايدينا. برافو. سريع. تركيز. توازن. برافو. قربنا نخلص. 4 3 2 1. بدل الجهة الثانية. نرفع ظهرنا. ننزل شوي شوي. ما نتحرك بس عبين ما نتوازن. طلعوا على نقطة معينة على الأرض عشان انتوا ما توقعوا. ظهركم مرفوع، كتافكم مشدودة. انزلوا لتحت. ارفعوا الركبة لفوق. جاهزين صبايا؟ رح نعمل كيك سلو. برافو. كمان 4. ظهرنا مرفوع بس جسمنا لتحت. سريع. اكسلنت. نفس. قربنا نخلص. 3 2 1. ستيب تاتش. برافو. نعمل رول لكتافنا، نريح. وقف محلنا، نعمل شيك لجينا. برافو. ناخذ نفس. ننزل لتحت، نعمل ستيب تاتش اجين. خلصنا. نعمل شوية ستريتش بس قبل ما نقول لكم باي باي، تعبناكم اليوم. نعمل ستريتش، نركز. خلي ركبكم على نفس المستوى، ظهركم مرفوع لفوق. بدل بليز. توازن. يعطيكم العافية. ثانك يو كوتش رانيا. ثانك يو. يعطيكم انتم العافية. ان شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة معنا. نشوفكم المرة الجاية.